عندي سؤال من فاتن. طبعا بذكركم فيكم باي وقت تتواصلوا معي على صفحه فيسبوك وتسالوني السؤال اللي بدكم اياه اللي له علاقه بالتغذيه. كمان فاتن عم تسالني عن المشاريب الرمضانيه وتحديدا عن الكركديه، عم بتقلي ايه رايك يا دكتوره بمشروب الكركديه كسوائل ناخذها في رمضان. طبعا انا مع انه الكركديه يكون موجود دائما على الافطار لحتى نكون عم نستفيد منه كسوائل وكنوع من انواع السوائل الصحيه جدا. اول شيء الكركديه اذا نحن ما زدنا له سكر هو ما بيحتوي على سكر، يعني ما بيتخن، هي اول شغله. وطبعا لما بدنا نشرب الكركديه بدنا ننتبه انه ما نكون عم نزد له سكر كثير، فبطبيعه الحال رح يكون عم بيساعدنا على ترطيب الجسم وعلى عدم الشعور بالعطش، يعني بخفف من الشعور بالعطش. والكركديه غني كثير بالفيتامينات، غني كثير بالمعادن، وغني بمضادات الاكسده، بيحتوي على مضادات اكسده كثيره وهي اللي بتعطيه اللون الاحمر، فكثير صحي الكركديه، صحي للبشره، صحي للقلب، دائما ان كان نوع خضار ولا فاكهه ولا عصاير صحيه طبيعيه لونها احمر، دائما بنقول انه لها علاقه على طول بمضادات الاكسده اللي مفيده جدا للقلب، يعني اللون الاحمر مرتبط بصحه القلب. وكمان الكركديه مفيد جدا لصحه البشره وبجدد وبنشط الخلايا. مثل ما قلت ما بيحتوي على وحدات حراريه، مش من المشاريب اللي بتحتوي على كافيين، مش مثل الشاي يعني اللي بيحتوي على كافيين. كمان الكركديه في عندي نقطتين بعد بدي اقولهم، انه اول شيء بيخفض الضغط العالي، يعني لكل الاشخاص اللي عندهم نسبه ضغط، اللي عندهم عاده مرض الضغط وعندهم ضغط عالي كثير مهم يشربوا الكركديه ويبتعدوا عن العرق سوس. العرق سوس بيعلي ضغط الدم، الكركديه بخفض ضغط الدم. حتى للاشخاص اللي عندهم سكر بالدم كمان كركديه لهم مفيد. واخر نقطه عن عصير الكركديه او مشروب الكركديه هي انه بيساعد وبيسهل عمليه الهضم وبيساعد على انه عمليه الهضم تصير احسن. ونحن طبعا بحاجه بهيدي الفتره لمشاريب تكون عم بتساعدنا على انه نحسن عمليه الهضم بعد يوم طويل من دون اكل. المعده بتكون فاضيه وما بنقدر نوصل على طول ونتناول الاكل بسرعه ونتناول كميه كبيره من دون ما يكون في عنا عسر هضم. مشان هيك نحن بحاجه لهيدا المشروب اللي هو الكركديه بعد الاكل بنشربه وبيساعدنا على تحسين عمليه الهضم، ويعني ما يصير في عنا عسر هضم واوجاع بالامعاء ونحس انه نحن والنفخه كمان اللي بتصير عاده من بعد ما نكون اكلين بسرعه كميه كبيره بعد يوم طويل من الصيام، في احتمال كثير كبير يصير في عنا نفخه. هون وجود الكركديه بيساعد حتى نكون عم بخفف من كل هالعوارض.